طيب نروح الفقرة الثانية وهي حكاية أبو سفيان، ومثل ما تعرفون كل حلقة أبو سفيان يسرد لنا قصة سواء عايشها أو سمع بها أو قرأها ما بين ثنايا الكتب أو نقلت له منها الجاد ومنها الساخر. وش قصتنا هذا الأسبوع؟ شوف قصتنا رمزية وهي للأمانة من أجمل القصص العالمية على مستوى العالم، هي التغيير، كيف تغير الناس بالقوة أو بالراحة بالهدوء. هي قصة رمزية، يقال أن الشمس، ركز معي، الشمس والريح شافوا واحد لابس جاكيت زي العرفة كذا، فالريح قالت للشمس تتحديني خلي يفسخ الجاكيت، أتخلي هذا الرجل يفسخ الجاكيت؟ قالت نعم أتحداك، ما تقدري، أنا أقدر أنت ما تقدر. الريح عصفت 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 بالشاب لابس، كل ما عصفت أكثر كل ما إيش تمسك وتشبث، تمسك بالجاكيت، والريح تعصف وهو يتمسك، الريح تزداد قوة وهو يزداد قوة، مستدين قوة. قالت لها الشمس شفتي ما تقدري، أنا هلي بالراحة خلي. جاء من بكرة الصباح أشعة الشمس الدافئة أرسلت أشعتها، جلس الولد متمسك بالجاكيت كذا على أثر الريح طبعا والرياح العاتية الصرصر العاتية، فمع الشمس بدأ إيش يحتر، فبدأ شوي 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 سوى كذا، فتح الأزارير احترت أشعة الشمس، فإيش سوى هو؟ خلال حط. قالت الشمس دائما التغيير يجي بهدوء وببطء وبأناقة أيضا، ما تقدر تجبر الناس على شيء، لكن خلهم هم بالأخير يقتنعون أنه هذا خطأ بطريقة. شوف الشمس ما قالت فسخ الجاكيت، لكن أرسلت الأشعة وهو استجاب لنداء الطبيعة عنده بالحر ويبحث عن البراد ففسخ. أعتقد أن هذه القصة تحتاج يتأملها الآباء والمدرسين والحكومات، أنه ترى دائما الناس بهذا الشكل ممكن تغييره. جميل جدا، يعني قصة رمزية جميلة ولها دلالة جدا حلوة أبو سفيان، شكرا لك. ناخذ بريك وراحة. اي والله، وشاهي استوصوا باليتيم خيرا. لا ابد، احنا حريصين عليك ان شاء الله، نبحث عن الاجر يا ابو سفيان باذن الله. طيب خلونا نطلع فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع لكم.